بيني وبينك يا صافية وقصيدة طويلة حرف موزون وكتب رقية سلامي ليك ومعه الوصية هنا ولدي فرحبوا معي بأستاذة فريدة حداد تحت تصفيقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تلفظ بالذكر الحسن لسان وهام في دون المحبة والتسامح إنسان. تحياتي لرابطة كاتبات المغرب ممثلة في رئيسة فرع الرباط الأخت نادية العمرتي على هذه المبادرة الطيبة التي تتحفنا بها دائما. كل التوفيق أتمنه للشاعرة المتميزة جميلة محمد وهنيئا لها بمولودها الجديد ولا عدم إخوانه. قصيدتي تحت عنوان دلال غزال. لما أطلت تناغي الدلالة وقار تدلى فقاد الجمال كأن الشموس انسابت بحورا فأغرت مجاديفها الرمال. غزال بأرض بوار أحلى فهبت رياح الخصيب امتثالا بخطو يلين الجلاميد هلت فخر الأديم لرب ابتهالا. ضياء المليح إذا ما تبدى لسان القبول تغنى ارتجالا. على مرمر الخد ساحت سجايا تمني رؤى عاشقيها وصالا. نبال البيان استقرت بفيها فأردت حكيما يباري المحالا. تزيت بنور العلوم اقتداء بمن كرم الجنة انتساب النوالا. غصون العفاف ارتوت من شداها فجاب العبير المدى والمحالا. وخال غزا حسن طرف فعرى شلالا تلظى غياما زلالا. وعند انسكاب السنا من سناها تهادت عروش الجمال احتفالا. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا أستاذة فريدة حداد.